بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ صباح جديد، صباح فيه وكل الأمل والتفاؤل والسعادة على الجميع إن شاء الله. صباح الخير على كل أحبابنا متابعي شراق العالمية، ها هو صباح جديد نجدد فيه الترحاب بكل متابعينا عبر شاشة العالمية. ساعة ونصف من عمر الزمان إن شاء الله حنكون معاكم في تجوال وتسفار في عوالم مختلفة من الإبداع. هنا وهناك سنكون في هذا البستان الذي سيكون حاضر في صباح اليوم. إذن أهلا وسهلا بكل أحبتنا الأكارم، أهلا بكم. اهلا وسهلا بالجميع مجددا، اشراق العالميه ساعه ونص من عمر الزمان ان شاء الله حنكون معاكم في اشراق، ودائما الصباح بيحمل النشاط والحيويه وكل الناس دائما في عمل دؤوب ونشاط متواصل بالتاكيد. وهذا الصباح ان شاء الله يكون سبت اخطر على كل احبابنا المتابعين عبر اشراق العالميه. محطات ان شاء الله حتكون حاضره في صباح اليوم، نبدا ان شاء الله بكبسوله طبيه، ودائما الاهتمام بالصحه واحده من اولويات قناه العالميه واشراق العالميه بالتحديد. لذلك سيكون معنا حاضر الدكتور احمد عطيه دهشان، استشاري التغذيه العلاجيه والتجميل. اهلا وسهلا بك وصباح الخير. الله يبارك فيك، الله يديك العافيه، منورنا عبر الشاشة العالمية. ربنا يبارك فيك، ربنا يديك العافية، ربنا يكرمك. دكتور أحمد عطية، الكثير من الناس بيهتموا دائما بالجانب الصحي وده شيء مهم جدا، وهنالك بعض الأشياء ممكن تكون في حاضرة في كبسولة طبية لهذا اليوم فيما يخص موضوع مهم جدا، وكثير من الفتيات يا دكتور يعني بيكون مهتمات بالجانب بتاع السمنة وبهمل النحافة، فلذلك الليلة اللي حنخصص موضوعنا عن النحافة ونتعرف أولاً شنو النحافة، بعدها نشوف الأسئلة اللي ممكن تكون حاصلة. تمام، زي ما أنت قلت كده وأكدت إن موضوع النحافة يكاد يكون موضوع يعني هتلاقي أغلب القنوات كلها بلا استثناء ما تيجي تتكلم عن السمنة، لأن كل الناس بتفكر بتحب الحاجة دي يعني تفكر على إن السمنة، إن إحنا يعني نفتكر على كل أغلب الحلقات ممكن 99% من الحلقات عن السمنة، لكن بالفعل في العيادات بنشوف حالات كبيره جدا عن النحافه. عشان كده كان من الضروري ان احنا نبدا نوعي الناس. للاسف هنا في ناس بلا استثناء تقعد فترات كتيره كبيره جدا تاخد ادويه معينه علشان تجهز للجواز، يعني هنا الموضوع ده يكاد يكون منتشر. صحيح. عشان كده يا جماعه عايزين بقى نتكلم في الجانب الطبي، بعيد بقى عن كلام الناس والدجل والشعوذه وان انا لازم اخد الحبايه الفلانيه، وللاسف حاجات غير مرخصه. ايوه، في البدايه ما نيجي نتكلم عن تعريف النحافه نقدر نقول ان هو نقص وزن الجسم عن المعدل الطبيعي. لو تتذكر كده في الحلقه اللي فاتت كنا لما جينا نتكلم عن ان احنا ازاي نعرف الوزن الطبيعي بتاعي، ان احنا نطرح من الكتله، نطرح من الوزن من الطول بتاعنا 100، يعني لو انا طولي 170 يبقى الوزن الصحي بتاعي 70، يبقى اقل من كده نحافه، معنى كده عرفنا ايه هي النحافه. يعني طبعا من الضروري جدا لو انت بتتكلم عن النحافه لازم نعرف ايه هي الفحوصات الطبيه، ان انا دلوقتي خلاص انا عندي نحافه، طب ايه السبب؟ هل انا هاخد حبايه الفلانيه دي تمشي عليها لفتره كبيره جدا من الوقت هي اللي هتكون العلاج للمرض بتاعي؟ طب اعرف السبب، اعرف يا جماعه. عايزين نوصل رساله كبيره جدا ان جسم الانسان ده اعقد تكوين موجود في العالم. اللي ينفع لشخص ما ينفعش للتاني، ما ينفعش يعني للاسف المفهوم ده غير واضح، فاعرف السبب اللي موجود جوه الجسم. قد يكون نزول الوزن ده ممكن يكون سبب مرضي. صحيح. ممكن قد يكون، عشان كده لازم في البدايه ايه، طب ايه هي التحاليل اللي احنا ممكن نتكلم فيها؟ انا دلوقتي مريض نحافه، ايه هي التحاليل؟ تحليل صوره الدم كامل، قد يكون هناك مشاكل في الطفيليات او يكون موجود ديدان او طفيليات في الامعاء. طيب يا دكتور، انا بفكر في سؤال ربما يتبادر لكثير من الناس اللي بيشاهدونا، اللي هو يعني في ناس زي ما ذكر انه بحبزوا مساله السمنه، فلما يكون هو نحيف بحس انه هو غير صحي. ايوه، فكيف ممكن يتاكد من الحاجه دي من خلال فحوصات ولا يعني؟ ايوه، طبعا في البدايه زي ما احنا قلنا كده بنعمل تحليل صوره الدم كامله علشان نتاكد ان ما فيش انيميا. الانيميا سبب رئيسي في النحافه وفقد الوزن. قد تكون مشاكل في الديدان في الامعاء، فبنعمل تحليل ابراز لعينه صباحيه علشان نتاكد ان بالفعل ما فيش مشاكل، ما فيش ديدان او حاجه، عشان بناكل والديدان بتاكل الاكل اللي احنا بناكله، فهنستفيد ازاي؟ والمعده زي ما ذكرت انت في الحلقه اللي فاتت في فقره كبسوله طبيه. أيوة، مهمه جدا يعني فحوصات للمعده. ايوه، فحوصات البول محتاجين صوره دم كامله، فحوصات للبول، فحوصات للغده الدرقيه،
يعني وديت التحاليل الاساسيه اللي احنا ممكن نعملها. انا عندي نحافه, طب اتاكد الحمد لله ان انا ما عنديش خلل مرضي, ما عنديش خلل مرضي, خلاص يبقى احنا كده تمام, ما فيش اي مشاكل. نبدا بقى نتكلم قد تكون مشكله نفسيه. اغلب خلف علمك اكتر من انا حتى في الروشته بتاعتي, يعني مش روشته ان هي مجرد ان احنا نكتب الادويه وبس كده, لا لا الموضوع يا جماعه والله بكتب كده ممنوع العصبيه, ما تسمحيش لاي حد باي حال من الاحوال ان هو يعصبك, لانك انت اللي هيجي لك الضغط. نصيحه مستمره, انت اللي هيجي لك الضغط, انت اللي هيجي لك السكر, انت اللي هيجي لك القلب, انت اللي هتموتي في النهايه. يعني فشاد من موضوع الحاله النفسيه لها دور كبير جدا في العلاج. الحاله النفسيه بتمثل عامل كبير جدا, بيجيب التحاليل كده, شوف التحاليل الغده الدرقيه سليمه, ما فيش انيميا, ما فيش ديدان, صحيا بخير. طيب يعني هي الحمد لله صحيا بخير. فاحنا بقى محتاجين ان احنا نبص على الجانب النفسي. الجانب النفسي له دور كبير جدا. طيب جميل. نحن ما اظن اتطرقنا لانواع النحافه, صحيح؟ ايوه. ما نيجي ما طبعا ما هي انواع النحافه زي ما قلنا كده, قد تكون انواع نحافه. النوع الاول اللي هو نحافه مقصوده او متعمده, اللي هي النوع اللي احنا قلنا اللي هي الاسباب بتاعتها, قد تكون مشاكل ديدان, قد تكون مشاكل في الانيميا, قد تكون مشاكل نتيجه امراض معينه, قد تكون بعد العمليات الجراحيه. الناس اللي بتعمل عمليات جراحيه بيبقى في نقص في الوزن نتيجه عمليات جراحيه معينه, قد نكون في امراض متلازمه نقص المناعه المكتسبه زي الايدز, مشاكل الضرر, مشاكل في القولون, المشاكل الصحيه. خلاص ابعدنا المشاكل الصحيه. النوع الاول اللي هو النحافه الغير مقصوده, قد تكون اللي هي وراثيه اللي ناتجه ان الاهل كلهم بلا استثناء عندهم نحافه, فالتمثيل الغذائي عند الاسره او العيله دي يكاد يكون كبير جدا, فالحرق عالي جدا. فدي النحافه الاوليه. فدي بقى لها بروتوكول علاجي مختلف عن طبعا احنا لازم نعالج السبب في البدايه. يعني انا مثلا لقينا مشاكل في الانيميا بنعالج الانيميا, لقينا مشاكل في ديدان في الامعاء بنعالج المشكله, لقينا في مشاكل في مثلا في ايدز يبقى لازم خلاص نوجهها على الطبيب المختص بالمرض يعالج المرض, وبعد كده نبدا بقى نشوف البروتوكول العلاجي الخاص بينا. طيب دي العلاجات للنحافه عموما, ولا في علاجات ثانيه؟ اذا كان في انيميا تعالج الانيميا, اذا كان في اي مرض. احنا ما هو احنا عايزين برضو نواجه العلاج. نتكلم عن البروتوكول العلاجي طبعا. ما نيجي نتكلم عن البروتوكول العلاجي سواء كان الاسباب دي او الاسباب دي, طبعا لازم نوجه الحاله. احنا دلوقتي عايزين نريح الاعصاب. احنا قلنا مريض النحافه غالبا, وهتلاقي الموضوع ده حتى اللي بيجوا لنا في العياده تلاقيهم طلبه الثانويه, يا دكتور انا خسيت بشكل كبير في السن ده, انا في الثانويه ومش عارف اعمل ايه وشوف لي حل. وانا مرحله الشباب. ليه بقى لان هي بتفكر كتير, بيجي لها قلق, بيجي لها توتر, بيحصل لها اكتئاب بسبب التفكير, الضغط النفسي. طبعا يبقى لازم نعالج الضغط النفسي في البدايه, نشوف ايه المشكله لمعالجه الضغط. نعالج الضغط النفسي من خلال ان احنا ندي فيتامينات بتريح الاعصاب, ندي املاح بتريح الاعصاب. الفيتامينات زي ايه؟ فيتامين د وفيتامين بي 6. فيتامين د وفيتامين بي 6 دي من ضمن الفيتامينات اللي بتهدي الاعصاب. يعني ان احنا عايزينها تبقى ايه, ريلاكس خالص, ان الثانويه دي بالنسبه لها يكون شيء عادي. دي كده النقطه الاولانيه. يبقى هو ان احنا نريح الاعصاب. فيتامين بي 6 وفيتامين د. فيتامين د بيبقى موجود فين؟ فيتامين د ده بشكل رئيسي طبعا هو المصدر الرئيسي لاشعه الشمس. يعني مشاكل طبعا, مشاكل صحيه مختلفه, قد تكون مشاكل ديدان او تفيلات في الامعاء, دي قد تكون سبب. يعني انت اللي بتاكله الديدان شغال عليه بتاكله, فانت بالفعل مهما اكلت تقول يا دكتور انا اكلت كتير جدا, باكل كتير جدا, ما بسيبش حاجه الا لما اكلها علشان ازيد في الوزن, وبرغم من ذلك ما بزيدش في الوزن. طب ايه السبب ان مفيش زياده؟ طيب السبب شنو؟ ما هو بقى دي نتكلم. السبب قد تكون ديدان في الامعاء, قد يكون هناك فرط نشاط في الغده الدرقيه. الغده الدرقيه بتاعتنا بتفرز هرمون اسمه الثيروكسين. اما بيبقى في فرط نشاط في هرمون الثيروكسين, فده بيزود معدل الحرق. فانت برضو مهما اكلت فالاكل بتاعنا بيتحرق بشكل متواصل, ما بيتخزنش فتلقائي. قد تكون المشكله السعرات اللي بتخش الجسم اقل من السعرات اللي بتطلع, عنده فرط نشاط وحركه. عشان كده في حاجه اسمها الانرجي بالانس, بنقول دي ان الطاقه الماخوذه من تناول الطعام بتساوي الطاقه المستهلكه في النشاط والحركه. لو الاثنين متساويين يبقى في ثبات في الوزن. لو الطاقه الماخوذه من تناول الطعام اقل من الطاقه المستهلكه في النشاط والحركه هيكون في نحافه, لو اكبر يبقى في سمنه. فدي دي دي ده ان لم يكن هناك خلل مرضي زي ما قلنا. قد تكون مشاكل ديدان في الامعاء, قد تكون مشاكل فرط نشاط الغده الدرقيه وافراز هرمون الثيروكسين, فبيبقى في حرق عالي فالجسم ما بيستفادش من الاكل بتاعه. قد يكون مشاكل, يعني مثلا يا جماعه عايزين بس نوجه الناس, لو واحد كان وزنه طبيعي ومره واحده بدا يحصل نزول بشكل سريع, يعني هو مش من صغره نحيف, او حصل النحافه دي بشكل في الاوقات المتاخره من حياته وبدا يحصل, قد تكون مشكله خطيره, قد تكون مشكله ايدز, مشاكل متلازمه نقص المناعه المكتسبه. الايدز يعني يكاد يكون يعني بينتشر بسبب يعني حاجات, يعني فقد يكون الايدز يكون سبب في قد تكون مشاكل مستعصيه زي السل والدرن.
أشعة الشمس، الحاجات النهائية، العلاجات، العلاجات السريعة. إحنا دلوقتي عايزين ندي فيتامينات، فيتامين دال وفيتامين بي 6، عايزين ندي أملاح الكالسيوم بالمغنيسيوم لأن غالبا بيبقى عندهم نقص كبير جدا فيهم. طب إيه الوجبة المقترحة عشان يبقى بشكل سريع الناس بقى تستفيد؟ إيه الحاجات اللي إحنا ممكن ناخدها أو إيه المشروبات السريعة اللي إحنا ممكن نشربها تفتح لنا الشهية شوية؟ طيب المشروبات السريعة، مشروب الكراوية، اليانسون، البابون، الحلبة، ناخدها بعد كل وجبة، نحاول ننوع ما بينهم. الوجبة المقترحة الثانية احنا ممكن بليلة باللبن، ناخد وجبة بليلة باللبن، ممكن ناخد لبن ونحط عليه شوية مكسرات ونحط عليه مثلا 7 تمرات صباحا كل يوم، ديت هتحسن لهم الحالة المزاجية، هتنشط لهم الدورة الدموية، هتخليهم في حالة نفسية تكاد تكون كويسة، تريح لهم أعصابهم فيكونوا ريلاكس احسن ونستطيع ان احنا نحل المشكله بشكل اسهل. طيب جميل، انا شكرا لك جدا دكتور احمد عطيه دهشان استشاري التغذيه العلاجيه والتجميل، شكرا جزيلا لك، انا يعني تشرفت بوجودك وان شاء الله رب العالمين نبقى نتكلم بشكل بقى يعني نعمل حلقه كده بشكل خاص عن العلاجات النحافه وازاي احسب السعرات الحراريه لنفسي وازاي ان انا اعد نظام غذائي لنفسي، الحاجات ديت مهمه جدا ان احنا نوعي الناس بيها ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لحضورك. شكرا الله يديك يا اخي. ومشاهدنا الكريم بالتاكيد هذه النصائح يجب انه نعمل بها، وحاجات مهمه جدا عن النحافه والتغذيه العلاجيه. كان ضيفنا دكتور احمد عطيه دهشان استشاري التغذيه العلاجيه والتجميل، حنكون معكم ان شاء الله في فقرات مختلفه عبر الشرق العالمي، دائما كونوا معنا.